الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. ولا ليال ودرت جني سدحاد وكمد أه دروستي تحنها هاي كتاب كني أبي شجاعة درسي جهرة وحاين وكسو تشوشني درسي عشر كينا إن وحيابها تشبية أما نواقض الوضوء وحيابها ويسدة برياء ينكسر هذا اللي أما تشبية درسي أنا ما أنت بإذن الله جل وعلا وحا وكب الله بيا مؤلفكو فصل في موجبات الغسل وحا باب ويهي وحيابها قبيسك أما ما يرشد واجبية موجبات الغسل قبيسك وحيابها واجبية والذي يوجب الغسل ما يرشد وحا واجبية ستة أشياء لحر مودوي قودهان وحيابها قفكو مركا أولي ما دو أما أي كردعان أي كوا تشبيس إن أوكا قبيس تأما أوكا ما يردو ولحر مودوي ثلاثة سدح كمد أهل إحدى ثلاثة أشياء سدح الرمود أو كمد أهل إحدى تشترك فيها الرجال والنساء وحاوذاقا لبك يددقا أما رقا يدومركا أيا وذاقا وهي وحاوية سدح راسي التقاء الختانين إن أي كلمان لبقدنين وحالو لتشيدا حبنتي ترنك إيه لبك إيه حبنتي ترنك إيه ددقو إن أي كلمان أو قلم دعضو قلمدو حيكمتها وحيابها واجبية قفكو إنو مركا ميدو مركا قبيس دم يسترنو لي مادو طلباتو حوية وإنزال المني ها وإنزال المني إن بيه منيق لعرنش لي مشه ودأها أي مادان تاسكو محرنا إن جماعي قلم الله سمييكو محرنا إيادو آن قلم الله سمين حتى هدي أي منيذو تمادو وحوية إن قفك مرشا لغا ربا نبي صلى الله عليه وسلم مركي او صحابة او شيغي ان مرشا دو حيابها واجبنا اي كمي تهيتاني اي هويني دمرك كمي تهيت وحي تلي رسول كيلاه يو دمركونا مبيي ليهين نبي صلى الله عليه وسلم وحو ويدي او اكانشو حقيبو كيه مادا المه انو هو يدي او اكادو اما ابتيدي او اكادو حقيبو كاتي مادا مركا إلهي سبحانه وتعالى أبتك وحكبيرا ولبو كلميون لبكي يددقي يدعان نظن أو كلمي مركا بيو ويتشيران وي بيو ويتشيران وي شافعي يدو بيهاس إمن شهو دا أي كحران لكن مذاهبتا كاله مالكي يدو أو كاله وحا أي كحران إن من داسي أي كتمي لذة قفكو معان سنة يو إمن شهيدا إن يكتم أي كحران أو كشرديان لكن شافعية ذكما شرديان من إذا سدي صوب أحذبا قف كما يرشى أي كواتش بيسا أرنت سدحاد إي لب يددك بأي وداغان إي ميرشى ذا أما قبيس كواتش بيسا وحوية الموت وحلو لتشي ذا وحوية قفك لنتي لفتي سنة إن لما يرو قفك لنتي إن لما يرو هل قف أودتك لنتي أو آن لما يرين باتش رئيسك يا قرنية الشهيد شهيدك نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إن مريه سلو آسيو آن الله ميرين سببتو أهما أنت قيامة وحسو بحدونا إساقو ديقو دأيو اللون لون الدم والريح ريح المسك أرتو أي تهي أرتي ديق مذبكي ديقة لكن أرتو أي مسك تهي ودقون تهي وي ها ودقون تحي مركا سدح ذا لبي أدد يقبوي وذاقان وثلاثة تختص بها النساء سدح ندو مركا قارلا
saddexdii hore waxaanu sheegnay geerida iyo janaabadii oo ah laba nooc ah haddii qofku uu galmo sameeyo iyo haddii markaa biyihii manid ah ay ka yimaadaan saddexdaa waxaanu labiyo dhadigba way wadaagaan wathalaathatun saddexna takhtasu biha annisaa dumarka ayaa gaar la ah oo ay gaar ku tahay wahiya waxa weeye alxayd dhiiggii caadada ahaa wannifaas iyo dhiiggii dhalmada walwilaada iyo markaa umulitaankii xaydka iyo nifaaska waynu naqaanaa oo waxa weeye dhiigaga ilaahay subxaanahu watacaala uu dumarka ku beeray mid wuxuu yimaadaa gabadhu marka ay qaan gaadho ilaa ay dhalmagoyska noqonayso ama qofku uu yar weynaanayo markuu weynaadana way ka guurtaa caruurnimadana laguma helo dhiiggaasi waqtiyada uu kala yimaadaa way kala duwan yihiin sida caadiga ah 7 maalmood ayuu socdaa bishii hal mar in la helana way u badan tahay dhiigga nifaaskana waxaan nidhi waa dhiiggii dhalmada waa dhiiggii dhalmada waqtiyada uu isna socdaa way kala duwan tahay wilaadadii maxaad shaaficiyay u tidhaahdeen baa la yidhi iyadana waa laga maydhanayaa maydh yacni ilmahani soo bixitaankii uu soo baxay ayaa waxaa waajibaya in la maydho maxaad u tidhaahdeen waxay yidhaahdeen ilmahani miyaanu ahayn mani isu tagtay oo kulantay mani aruurtay buu ka samaysan yahay soo ma aha maadaama manidii caadiga ahaydba laga maydhanayay soo bixitaanka uu ilmahani dhashay isna waa laga maydhanaya saasay shaaficiyadu halkaa ayay la mareen weeye faslun kanina wuxuu baab u yahay intaa hore markaa waxaan u malaynayaa inaynu isla fahannay maydhasho qusli luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa biyo ama wax dareeray baa la yidhahdaa qusli saylaanulmaa biyo markaa dareeray ayaa mutlaq ahaan loo yidhaahdaa tilmaan ahaanna waxaa la sheegayaa jirka oo dhan biyihii inay wada gaadhaan oo lagu maydho iltiqaa'ulkhitaanaynka culimmada qaybtood baa waxay ka qaateen halkaa dumarka dee ragga waynu ognahay oo gudniinkooda waa laga hadlaa laakiin halkan khitaan inuu jiro ba axaadiista laga qaadanayaa bay yidhaahdeen ida iltaqa alkhitaanaan wajaba alguslu nabigu sal slam laba gudniin buu tilmaamay marka dadka tilmaama inay sunno tahay gudniinka dumarka meelaha ay wax ka soo qaataan ayay ka mid tahay weeye ayay ka mid tahay marka labadaa xubnood oo kulmay ayaa ay ka soo qaadaan kutubta fiqhiga waxaad kaloo ku arki kartaa inuu leeyahay al-iilaaj labadii xubnood in ay isdhexgalaan ayaa iyana waajibinaysa inay sidaa usii tilmaamayaan halkan kulan buu tilmaamay sheekhu kutubta qaybtoodna saasay u tilmaamaan inzaal ama biyaha imaanshahooda ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha waajibinaya baynu nidhi iyo geerida saddexda dumarkaana waa saddexdaa dhiig oo aynu tilmaanay labadaa dhiig iyo markaa dhalmadii haddaba faraa'idu lghusli wa sunanihi intaasaynu faraa'idtii ku tilmaanay wa sunanuhu waxyaabaha waayahay wafaraa'idu lghusli thalaatha waxyaabaha faraa'ida ah farad maxaa la yidhaahdaa farad waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha waajibaadka ah ee aan ama arkaanta iyo tiirarka u ah maydhashada haddii la waayo mid ka mid ah maydhashadii aanay ansaxayn wa faraa'idu lghusli waxyaabaha waajibaadka u ah maydhashada thalaathatu ashyaa saddex arrimood weeye mid qaado oo cibaadaadka intooda badan ama kulligoodba cibaadaadka kulligoodba niyaa loo shardiya sababtoo ah niyadu camalka waxaa kala soocaa iyada wuxuu yidhi anniyatu waxa koowaad waa niyo weeye qofku inuu niyoodo inuu waxaan uu ka maydhanayo ama qusligan uu samaynayo inuu niyoodo weeye labo wa izaalatu najaasati in najaasadii la suuliyo najaasadii in la zuuliyo in kaanat calaa badanihi haddii qofka jirhkiisa ay ku taalo haddii ay jirto najaaso jirhkiisa qofkan ku taala in la maydho oo la nadiifiyo ayaa iyana talabaad ah
تصدحاتنا وحوية وإيصال الماء بيه أو لقارسيو إلى جميع الشعر تمها أوردن والبشرة إيو مقارك أما دبك أوردن يعني تركي إني بيه وذقاران هذي قفك غسل سمينيو تركي سينا قيب قلالان تحي معنى هذو حوية غسل قاسي مرة ما يسترنوي غسل قاسي مرة ما يسترنوي مركا تركي أوردن إن بيه لقارسيو لنذيفيوي وسننه خمسة وحا سنة أه إن ميرشادة شن الريموت خمسة أشياء شن الريموت كو وحا أه التسمية قفكو إنو بسم الله يراهدو بسم الله إنو كبلابو والوضوء قبله إنتا آنو ميرشادي بلابنا إنو قفكو ويسيستو سدح وإمرار اليد إن أقعنت مريو على الجسد شرك إن أقعنت مريو أفر والموالاة إن ما يرشد عسي أي حرير نغطو أو آنيك لقوين شن وتقديم اليمنى على اليسرى إن لنا عمذيك ما يردي سلقه الرئيسيو لنا عبذيح إن تابا waxay ka mid tahay sunnooyinkiisi waxaanu markaa arkayna marka sunanka la tilmaamayo sunanka marka la tilmaamayo ee faraa'idu waxay niyya waajib ah qofku inuu raf'ul hadafki iyo janaabadi iyo wixii uu marka ka meedhanayay uu niyoodo gabadhuna sidoo kale dhigagii ay ka meedhanaysay ay niyooto ayaa u ah ee shardiga koobaad baa ina ma fardiga koobaad ah إزالة النجاسة طلبات أو تركين لغزوليو وحي النجاسة لغزوليو تصدحاتنا وحاوة بين نري تركي أو بيه لو ذا قارسيو هذي تركا قيب كميدا آني بيه قارنا إن أي لوبة هيا إن سفي عن بيها لو ذا قارسيو وي سننتينا وحي نريشان الرموض وي تسمية دي أما بسم الله باقوه الرئيسة ويسو رميستران أي كحكتا oo laga horeysiyo qofku way banaan tahay weesada hadii uu ka horeysiyo sida aan hore u soo tilmaanay hadii uu intuu weesadii oo aan dhameystirnayn lugihii uu ka reebay intii kale intuu soo sameeyo meedhashada meedho dabadeedna markuu meedhashada dhameeyo lugihii meedhana way banaan tahay haduu ka dib weesaystana way banaan tahay laakiin sunnu waxa weeye ka hor inuu markaa uu qofku weesaysto weeye iyo gacanta oo jirka la mariyo hadii aan gacanta jirka marin oo biyo isku fasaxo oo jirkiisa dhan biyo sida ku gaaraan way ansaxaysaa iyo meedasho way noqonaysaa laakiin muxuu khilaafay sunnadii ayuu khilaafay oo gacanta in lagu mayro oo jirka oo dhan gacanta la mariyo ayaa sunnadu ay tahay weey waayay halkan waxaanu ka galeynaa marka faslun fi bayani jumlatin min al-aghsal al-masnuna adayn aynu adaynayno جملة كوح من الأغسال المسنونة ميرا شوين كسنها أين هلكن كجلينا كوي واجب كاها وإنو صوشيق ناي أو لحبة إنو كوشيق ناي سدح رقع لقارة سدح ندو مركة أي قار ويهين بينو نري حدا بكوة سنها أهي محيك ليهين والاغتسالات المسنونة ميرا شوين كسنها أهي 17 غسلا تضبا إيه طبان ميرشوي تضبا إيه طبان حالة دود أيا وحا سنة أو لسنة قفكو إنو مركا قبيستو أو ميردوي ما نسخة دا 16 هايسا ما يا غسل يتك ها غسل يتك واي هاي ككوباد وحوية غسل الجمعة ما لنت جمعها إن لما يدوي غسل الجمعة ما لنت جمعها إن لما يدوي إن ما يدشذا ما لنت جمعها علماء ويكوك الأرك تدويهن علماء بذني وحاي قبان إن يبوا واجب تهي إن يبوا واجب تهي وأيو نبي صلى الله عليه وسلم حديث باكسو أروريت المامية
إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل قفكين هديو يمادو صلاة جمعة حصوم يدوي مركو إيمان أيو حصوم يدوي لكن حديث كا وحكى اللي هي واجب نمدي إلى أمر بو أهايه وحكى اللي هي حديث كلا وتلمام يا قفكي من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيري قفك سو سيستم مالين تجمع ويوناك سنتهي قفك سو مردنا إيادا بك فضل بدن وغسل إيا مردشد إيا فضل بدن ما دام فضل يعني ليراد ليضهي ويوناك سنتهي لا تلمامي وحي كل يحسي حديثك كلية المامي واجب لماذا أي كل يحسي لكن قفكو إنو كده دالو جمعة دا مركا ميرا شده إنو كده دالو سنة دي نبينا صلى الله عليه وسلم ساسيه سنة دي نبينا صلى الله عليه وسلم ساسيه وحلة الماما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومن بركسارا أيا وحا صوغ لي عثمان بن عفان ومركا ويسدي أي قركي سكد أيسو دوادنا وحكويري عمر عثمان ومحاد صاحب سانتي وحو عثمان وشيغي وحويري وان مشغولي أنا قوة مشغول سمعنا كي وقتي قيو إسوء قلي دوادنا وحكا لبا كمان قارسينيني وان سووي سيستي ومساجد كانيمي عمر وعنانتي وحويري مما يريش على آنباد كدرتي صاحب سامي ديات صاحب سانتي هل كاو حلقة قادنا يي عمر أكتي سئيني متقرر كو أهيد قف وليبا مرك إيمان أي صلاة الجمعة إنه صوم يدو حق بدك كشرتي وحي أهيد ده صحابة إن بدن أو كم يديه مقالة المدينة ملك يرفق فوق أي دجناين حافدا عوالي اللي يداه ذو أو مقالة مسجد الحرام كمرك لا تلمام أيو حرم مسجد النبوي مرك لا تلمام أيو مقالة المدينة حوجا بيكدرك سنتها حافدا سي إلى سجال كيلومتر ملها سالة المام من سجال ميلوي أيالة الماما إني وشرتو صحابة هالغا سيكسو لغينيين إيغو سودي دي بي إيمانيين مركا اجتماعي مسلمين تا إيو داتكي بدناي ميش سوغي إيمانيي قفك دهدو دي دي ديو وحووي ديدكي داتكو عدب سانيا مركا إن لا سو ميردو وحيابا لوچي دي أي كميتا والعيدين لبدا عيدو ديانا إن لا سو ميردو أي كميتا إسلا حكمت دا كوشرتك معها أي كان سانا إسا إيغانا إن مركا الله سوميدو والاستسقاء روب دونتا أيا كميدا هيانا إن الله ميدو والخصوفي وحا كميدا دي حمدوباتك والكسوفي إيا قر حمدوباتك سدح ذا دم بخصوفك إيا كسوفك إيا روب دونتا دليل حوق له ما يستا لكن حلوغا ان تسال قاتي اما قياس لوغا قاتي وحوي كلنا ذي كلاي جمعها ايا لمت كاها ايا لوغا قياس قاتي إيه لكن يجو دليل حوغان او سيجارة وصو عروري ان لو سو ميدو ماتشيروي وحكى لو كمدة والغسل من غسل الميت قف كميد ميدا انو كميدو كي هروح انسو شغل ميت كي ولا ميدو انو يهي كنا وحوي قفكي ميري ميتك إنو كميرو والكافر إذا أسلم قفكي قالو بي أما قال كأها مركو سو مسلم أيو أيا إيانا ميريش اللوغة باهايه مسألة داس نبي صلى الله عليه وسلم صحابة دا كميرو مركا سو إسلامي وحو فرينو سو ميرو لكن صحابة فربضان وصو إسلامي وآن ما يدش الله فارين باتشرتان ها مركب حكو تسيني ساين السنة هاي والمجنون قفك والا إيا والمغمى عليه قفك مير دبالما إذا أفاق مركب أي سو مير سدان مركب أي سو مير سدان وصو كعان مجنون كوح دليل وكسو أروري مجرم لكن قفك السوحة نبي صلى الله عليه وسلم حنون كي وغيريو دي ادنبي مركزتا او سوحو وحولها بيئي كان او بيئي وشوبا دوادنا بيئا لقوة دا شوبي هل كاسي صحابة
كقاسرادي ملقاري بولها وحي كقاتين مركا قفك مير دبولما إن مركا ميرشو أي مركا سنة أوتهي. والغسل عند الإحرام قفك مركا أو حرمان أيو مركا أو حران أيو عمراء ما حج أو حران أيو إن أو مركا ميرو. ولدخول مكة مكة إن لقالو إينا وحكم تهي سنوينك وللوقوف بعرفة عرفة استاقيدي إذا أي أينا كمدة وللمبيت بمزدلفة مزدلفة إن لو هيدو وهبين كالتشوغو أي أينا كمدة ولرمي الجمار الثلاث سدح ذي الرقح أما سدح ذي ميلود إذا كانت لغو تورنشري جمرة الكبرى هي الصغرى هي الوسطى سدح ذي ميلود إذا كانت لغو تورنشري إيانا إن لو ميدو أي سنة وللطواف مركا وقفو كعبدا طواف أيو إن إيانا أسي ميدو أي سنة وللسعي بين الصفا والمروة مركا وقفو الرعلين أيو هلكا وصعان أيو أي أنا كمدا إن لو ميدو ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال ذي رسول كقلتان كيدا أي أنا كمدا إن لو ميدو تدبيت بنكا الرمود أي شيخ حكوت المامي إني كمديهين ميدا شوين كسنها إلا تلمامي وحمركا كسو بلابي ميدا شوين كسو بلابي صلاة جمعها صلاة الجمعة وقفك لقى دون يوقف قفك ديجان كيسي شوقة قفك مسافر كه إسق صلاة الجمعة لقى مدون ريو سدوا كله ضد جماعة أوجي كره دي أنا شوقنا ينا جمعه وكرد عياوي وقتها صلاة الجمعة وحكي بلعبتها فجر الصادق أرورتي وقتها صلاة الصبح أيك بلعبتها غسل العيدين ولبدي عيدود وعيد الأضحى هي عيد الفطر إن لا ميدو وقت جودو حكب اللودا هبينك برتميز يكب اللودا إن استسقاء يبقى كمدة رب دانتي أي أي أنا كمدة وحكمدة خسوفك هي كسوفك وضي أحمد وباتك هي قر أحمد وباتك إيو والغسل إيه إن لما يدو أي كمدة من أجل غسل الميت إن قف مسلم يقف قال وحدونها هذا إن لما يدو لما يدو ها الميت إسقلفتيس إن لما يدان وواجب إسقلفتيس إن لما يدان وواجب لكن وواجب أما فرض كفائية مسلمين تقيب كميدي هدية يوكعان أي كفلان تهي أو كرد عيسو قيبتي كلا أي كرد عيسو صببتو وحكمي تهي ميتك حقوق دا ينقول لي يهي إن لما يرو إن لكفمو إيا إن لآسو إيا إن لقوتو كذبا حقوق دا ينقول لي يهي بكمي تهي حقوق دا سي حديقف مسلمين تكمد أما كوح مسلمين تكمد أيو كعدو ويكفي لانتهي لكن هلكم حولي يا شيخ وحكوت المامية ما يرشدي ميتك يعني قفكي ميري أيا لقربا إنو إسنا كما يدو أو سنة وايه قفكي قال كأها مركوزو إسلامو إسنا وسنة أيين نري لكن وحو سنية هي هدي آنو جناب الله إيمان هدو قال كي جناب الله إيمان دو مركو سو إسلامي إساقو آن ميران هدو جناب الله إيمان دو دي غسل الجناب كواجب يوهي ها أما قبر دي قال دا هيد آن اي حيد اي كتشيرين مركا وحالق الربا اي هدي حيد اي كتشيرتو مركا دي اي كتشيرتو إن اي ميران تواجب نغنيسا المجنون والمغمى عليه هدي ايسو مركا مير ميركود اوسو نوقدنا ينا ميرشداسا لغا ربا قفكو مركا او حرمانيو او احرام خيرانيو اسنا ميرشا لغا ربا هدي او قفكاسي قف وينو قانغاريهي
iyo hadaanu ahayn hadii uu qof waalan yahay iyo hadduu qof caa lama kala saarin, gabar daahira iyo midaan daahir ahayn lama kala saarin. Laakiin muxrim baa si guud loo tilmaamay inay sunno u tahay in uu maydho. Ka waran haddii qofka muxrimka ee ama ixraamka samaysanaya uu waayoba biyo uu waayo, tayamum buu isna la imanayaa wey. Maka oo la galo ama xajha loo galo ama cumraha loo gale iyana waxaa sunno ah in laga in loo maydho wey. Carafa in la istaago waa sagaalaadka bisha Dhulxijja, iyana waa sunne sunnooyinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid ah. Almabit bimuzdalifa, Muzdalifa in lagu hakado. Albajuri oo kamid ah ragga xawaashida kule kitaabkan, isagu wuxuu leeyahay Muzdalifa iyo intan ka dambaysa waxa weeye waa laga xoog badan yahay ra'yi marjuuxa weeye maydhasho in loo baahan yahay. Haddii Carafa la istaagay oo la maydhay, yacni Muzdalifa oo ku xigta iyo kuwan degdega ay ku xiga, xoogaa waa laga yar qurux badan yahay buu leeyahay. Oo iyagu dee waa laba qusli oo isu dhowdhow weeye, waa laba qusli oo isu dhow weeye. Ramyil jimaari thalaath, saddexdii meelood ee lagu dhagax tuuran jiray iyana in loo maydho, waa iyaga waxaa la dhagax tuurtaa ayaamu tashriiq, maalmaha saddexda ah ee maalinta ciidda ka dambaysa ayaa la dhagax tuurtaa. Marka laga reebo jamratul caqaba oo iyadu maalinta ciidda lafteeda dhacda weeye waayahay. Walghuslu litawaaf, isna tawaafka qofku uu tawaafayo ayuu isna u maydhanayaa. Haa, tawaafku saddex qaybood buu ahaa: tawaaf ifaada iyo tawaaf wadaac iyo tawaaf quduum. Haa, tawaaf quduum iyo tawaaf ifaada iyo tawaaf wadaac, saddexdaaba maydhashaa loo baahan yahay weeye. Tawaaf quduum waa qofku marka uu yimaado xaramka oo uu tawaafka ugu horeeya samaynayo ayuu u maydhanayaa wey. Ifaadadu waxa weeye marka ay dadku soo rogmaan oo soo noqdaan ayaa iyana tawaaf la sameeyaa. Wadaacana waa ka lagu sii macasalaameynayo oo ugu dambeeya, marka midna waa u dhexeeya labana, midna waa tegitaankii iyo sagoontintii, midna waa imaanshihii hore. Haa, saddexdaas tawaafna waxaa la rabaa oo sunna ah in markaa loo maydho weeye. Sacyiga waxaa looga tusaale qaatay tawaafka, sababtoo ah halkan Safa iyo Marwa dhexdooda meelaha cidhiidhiga ah oo dadku ay cidhiidhiga badan ku dareemaan bay ka mid tahay. Marka maadaama tawaafkiiba la yidhi maydhashaa la rabaa oo sunna ah, sacyiguna isna maydhashu u baahan yahay ay culimmadu tilmaamayaan. Magaalada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Madiina agalitaankeeda iyana saas uu sunnuhu yahay in markaa la maydho. Faslun, kanina wuxuu baab u yahay: fil masxi cala alkhuffayn, labadii khuf in la maydho. Waxaa kala jira laba arrimood: alkhuffayn iyo aljawrabayn. Khuffayn ama khufka waxaa la yidhaahdaa wixii ka samaysan harag ama wax la mid ah, harag ama wax la mid ah cagtana qariya oo astura ayaa la yidhaahdaa soona gaadha ilaa halkaa kuraamaha ama canqowga meesha la yidhaahdo soo gaadha. Jawaaribtana waxaa la yidhaahdaa waa soksiska ama sharabaadada caadiga aynu naqaano, oo wixii maro ama suuf wax la mid ah ka samaysan ayaa la yidhaahdaa. Labadaba in la masaxo way bannaan tahay, labadaba in la masaxo way bannaan tahay. Walmasxu cala alkhufayni, labadii khuf ee lugaha la gashanayay in la masaxo jaa'izun, way bannaan tahay weeye. Xukumkeedu waxa weeye wuu bannaan yahay, waana wuxuu istaagayaa waxa weeye waqtigii weesada halkii la maydhi lahaa iyaga ayaa la masaxayaa oo dusha laga masaxayaa weeye. Waaye bithalaathati sharaa'id, wuxuu ku bannaan yahay saddex shardi in laga helo. Kow waxa weeye an yabtadi'a,
قفك إنو كب اللابو لبسهما لبدو ذا حرشدو ذا بعد كمال الطهارة طهارة لما يسترن كدين واد ويسيستي ويسدي مركي آد لما يسي أياد شرباد ذي أما خفين كي حرط مركا وشر دي كوبان كورن هدي آنو ويسدي ودا لكتن مديق مركان ميرو أن شربات كي أما خفكي قليو دبادنا لكتي بدح ميرو خفكي نقليو ما أنسحن ما أنسحن وأيو بعد كمال الطهارة على تلمامي مركو هرى طهارة ويسدو هرى ما يسترنتو كدب حرو ويسدو هاي سود الرعدو هرى ما يسترنتو ها وأيه شرح بشيخ كسي تلمامي ياف وأن يكون وإن يهين لبدا خف أما لبدا شربات ساترين كو قرينيا لمحل غسل الفرض ماشي لميري فرض كويسد ماشي لميري أو من القدمين لبدا اللغوت حدي شرباتكو أي قابن يهين أو آني كرامهن أما عنقو غسو قارين او شربات دادن كباها كده قرصون با ايهين ايهو ما انسحيان واين اي لوكتا كسو سرهيان واين تي ويسد لميري چري اين اي ودا استوريان وي ما استوريان ها ها وي استوريان ها ها مموغدا ها ايه مموغدا ميسا وي استوريان وي غريان وحال الربا ويسد انت ميريسي ويه انت ميريسي انو قرينة يا الله ربا ها وايه شرط قال بعد شرط قال بعد وحان لي انطهارة لما استران لغو قشدو شرط قال بعد نوحا ويه ماشي ويسد انت لميري اني قرينة يا وي سدح وان يكون اني يهين مما يمكن وحا اي سورة قلتهي تتابع المشي عليهما إن سعود كلا إسكرها الراعيو هدي مركا عدوك قاديد بملكات عايسو أو أدب أسوى قبانيسين أو آني لغيه قبسانين أو واحد مربس وعي العلين إستيهين لما مسيحي كرو لما مسيحي كرو وإن وحلوك تمركا يكو حرانتها يما لوك تكو وجرتو آد كو سعون كرتيد أيهين وسعود كي آد إسكرها الراعين كرتيد وإن وإي سد 11 دي أيا لغا رباوي سدح لا شردي أيا لغا ربا شردي كوباد وحينو تلماني إنو طهارة دميستران وقفت أوفكو كحردو وي طهارة دميستران إن وقفكو كحردو وي شردي غالبادنا والبادي خوف أما البادي شرباد إني بوس كيودو مدقارين أيام وي إن شردي سدحادنا وحو وي إن كوالغو سعون كارو أو مركا أنكاد عدعين وإن أي نغضان وإن هي نغضان وي علماء غيب تود بواحي تلمامان مرضي كسميسيين أما شيء كسميسيين شيء قرالي وإن نغضا شيء آن لا إسكدح أركين وإن نغضا شروط بدر نوع عسال وحدا لكن محوق بدنا محوق بدنا وحانا وانا أكسن دي وحي لوقت كوا أسطورية سدح لعشر دينا لغيها لي إن شاء الله وإن استعمالي كرتين هذا مدة دي أما وقت قال مسيح كرو أما مسح بناية هاي وانت ويمسح المقيم قفك النج قفك عن سفر كأهين وديجان كيسي جوجا وحو مسحيا يوما وليلة هبين يا مال أيو مسحيا والمسافر قفك سفر كأهين ثلاثة أيام سدح مع المود بلياليهن او هبين ذو ذي وطا يعني قفك مقالة ذي سي چوغا شن صلاة دود بمسيحي كرا شن صلاة دود هبين يمال المحا كوچرا شن صلاة دود با كوچرا شن تا صلاة دود بمسيحي كرا قفك مسافر كاهنا سدح مال موت شن يطبان صلاة دود با كوچرا شن يطبان كا صلاة دود ايو مسيحي كرا وي هذا الوقت يقولون بلابنا يا مسحادة وابتداء المدة وقت بلاب شديد ومن حين يحدث أما من حين يحدث
وقتك وقفك حدث لي مادو ويسدو كتشبتو بعد لبس الخفين لبدي خف انتو حردي كدب يعني وحلا بالله يا هدان تسالهان صلاة صبح وان ويسيستي وان نيوذي شربا دادي بان كحردي وان كشاقتكي قلن هرودن ويسا ايغا مجمين قلن دمنا ايغا مجمين هبيني مدي صلاة عشاء ايغا بيغتشبتك وقتك آن بالله يا صلاة صبح آن كأيمي ماها وصلاة عشاء ايغا ee marka aan u baahday ama waxay iga jabtay tusaalahan duurki bay waxay iga jabtay salaadi casr kadib bay iga jabtay maghrib baan waxaan u baahanahay inaan weesiso Soomaa marka aan masaxayo oo masaxa koobaad sameeyo ayaa waxa ii bilaabanaysa muddi aan masaxay marka aan masaxa labaad sameeyo masaxa koobaad sameeyo ilaa kii hore waan meeray kii hore meedasho iyo tahara dhamaystiran maan ku gashtay maan masaxin مسحاكو بعد باب مدد ويجا بلابنا يساوي هدان مقالة ذي ذي شوغنا هبيني مالب ما لاي هاي هدان مسافر أهينا سدح مال مودي سدح يوذ هبين أيان لاي هاي وي هدبا فإن مسحا قفكو هدي ومسحو في الحضري إساقو آن سفر أهينا ديغان كيسي شوغا ثم سافر دبا ذي إساقو مددي هبين إيا مالنتي أهيد آني كردامان ayaa ba safar soo galay oo uu safray ha aw masaha fi safar ama isagoo oo safar ku jira ayuu masaxay oo muxuu haystay saddex maalmood iyo saddex habeen thumma aqama dabadeed waa iska joogay safarkii ayuu markaa meeshii uu yimi ee safarka ku sii ahaa ayuu ku nagaaday oo uu ka baaqday atamma masaha muqim wuxuu dhameystirayaa intii qofkii joogay uu masaxay oo habeen iyo maalintii ah tusaale ahaan waan xirxidhay safar baan isu diyaariyay masaxaad baan sameeyay safarkii markaan baxay masaxaad baan sameeyay haddii magaalada iigu xigta oo kale aan fadhiistay oo iska joogay habeen iyo maalin uma dhameystiranayaa oo ah muddadii qofkii meesha joogay haddii aan magaaladayda anoo jooga oo habeen iyo maalintii xidhay سفر يجي مع دنا هبين يا مالن تيدي أم بان شوقة هبين يا مالن تي أم بان مركع حرنا يا وي و مايا سف يعني شوقي تام بعد يعني كحرتي مسحي كحرتي هبين يا مالن بتقول ما يستيران كرتا هبين يا مالن حدات سي سفر يسيد وسفر كاي سي ودنا يسيد وإن aad weesaysataa weesa dhammaystiran dabadeedna dib u xidhataa markaa niyootaa saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen haa marka waa inaad niyootaa waaye marka waxaynu soo tilmaanay oo aynu halkan ku tilmaanay waxa weeye muddadii la xidhanayay saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen qofka musaafirka ah iyo qofka muqiimka ah oo habeen iyo maalina ayaynu soo tilmaanay weeye qofka hadaba safarka uu u socdo haddii uu yahay safar macsi iyo dunuub uu u safrayo ruqsadaasi ma u jirtaa uma jirta wey haa qofka xumaan u safraya uma jirta wey ruqsada noocaasi sababtoo ah qof ilaahay subxaana wa tacaala dee caasiyaya in loo fududeeyo oo markaa ruqsooyin la siiyo arrintaasi kuma jirta wey وأيه ويبطل المسح مسحادي لما سحي كباها أما إيه خفين كلا مسحي وحقو كبرا أو كتشبا بثلاثة أشياء سدح الرموت هدي أي كو بخلعهما هدي لسيبو هدي لسيبو قفكو طهارو قبي إيه مسحبو السمايي ويسدي way ka jabtay ayuu leeyahay arintaa imaam nawawi waa ku khilaafay imaamkiisii shaafici imaam nawawi wuxuu yidhi kama jabayso tusaaluna soo qaatay tusaalu soo qaatay qof baa weesaystay timo badan leh timihii weesada markuu marayay madaxa wuu masaxay isagoo aan salaadii tukan ayuu barbershop tagay dabadeedna timihii buu iska xiiray wixii uu masaxayba wuu xiiray
way ka haareen qofka ma waxa la oranayo way sidii ka jabtay maya ma oranayo wuxuu masaxayna meesha way ka bixeen tusaalahan qof kale abuu wuxuu sameeyay imaamad buu siitay dabadeedna masaxadii buu madaxa dushiisa mariyay imaamadii buu iska saaray waa la mid marka wuxuu yiri qofkani khufayn buu masaxay khufaynkii buu siibay dee weesa kuma jabin weesa kuma jabin weesadu waxyaabay ku jabi jirtay waynu naqaanay ha masxiganna booskii weesada iyo booskii mayridu taagan yahay marka taas imaamku ku khilaafay sheekhiisi uu ku khilaafay weeye marka khalcigaas wuxuu yidhi kuma jabayo laakiin madhabtu waxay qabtaa in khalci ama haddii la siibo sharwaadadii marka masxigii uu meesha ka baxayo wanqidaai lmudda muddadii wax la masaxayay iyana in ay meesha ka baxdo oo ay dhammaato ayaa masxigiisna ku hakanaya ama ku istaagaya iyo wamaa yuujibu lghusla wamaa yuujibu lghusla iyo waxyaabihii mayrashada waajibinaya hadday yimaadaan tusaale ahaan haddii qofkii isagoo masxi u socday habeen iyo maalin ah ama saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen masxiga hadduu u socday uu janaabo ku dhaco ama jimaac uu galo qofkaasi ama gabadhii dhiig ku yimaado dee masxi ma jiro meeshii waxaa ka baxaya dee wax ka weyno qusli abaaba yimi marka wax kasta oo mayrasho waajibiya iyana weesada iyo wixii la mid ahba way jabinayaan weeye marka masxigiina halkaasuu raacayaa weye waayahay faslun kanina wuxuu baab u yahay fi tayamumi booraysigii booraysigii ayuu u yahay waayahay tayamum qof aan biyo heli karayn waxaa meesha ka baxaya masxigii habeen iyo maalin ahaa dee weesadii way jabtay masax ma jiro mayrashaa timi mayrashadana qofku isagu kabaha xidhan dee ma mayranayn jirkoo dhan inay biyuhu gaadhaan bay ahayd marka mar haddii wax mayrasho keenay uu yimaado qusligii masxigii wuu jabayaa masxigii meesha wuu jabayaa oo waxaa loo baahanayaa qubayskii baa loo baahanaya wuxuu tilmaamayaa sheekhu khalci yacni kabaha in la saaro kabaha in la saaro ayaa masxigii ku burayaa buu leeyahay habeen iyo maalinta ahaa ee uu socday tusaale ahaan waad masaxday dabadeedna kabihii baad masaxday weesadii intii kalaad soo samaysay sharwaadadii markii la marayay baad masaxday haddii aad iska siibtid waa inaad weesa doonataa buu ku leeyahay masxigii meesha uu ka baxay masxigii meesha uu ka baxay waa inaad weeso dhammaystiran samaysataa buu leeyahay haye khufiga almascu cala alkhufayn labadaba way ku dhacaan wixii lugta la geliyo oo dhan ilan khufaynka la isticmaali jiray booska kabahay taagnaayeen may ahayn wax kabaha ka hooseeya haa booska kabahay taagnaayeen haddana haddaad socksiska keliya masaxdid oo aada ku ekaatidna waad samayn kartaa haddii aad kabaha masaxdidna waad samayn kartaa sax maya markii waxaad niyootay markii hore aad niyootay kabaha inaad masaxdid iyagaad masaxaysaa haddaad niyootay sharabaadka inaad masaxdidna kabaha waa inaad saartaa iyaga masaxdaa aday kugu xidhan tahay niyadda aday ku xidhan tahay haa waxaaba kuu fudud adiga marka hore aad niyoonaysid kabta inay nadiif tahayna aad eegtay weese dhammaystiranna aada samaysay kabaha niyoodba inaad ku masaxdid haa waayahay waxaan nidhi marka imaamku wuxuu tilmaamayaa imaam nawowi wuxuu tilmaamayaa masxigaas yacni aada masaxday yacni wayabtulu buu yidhi almasx masxigaasi wuxuu burayaa haddii la saaro
sharabaadadii buu yidhi marka wuxuu leeyahay sharabaadadan la saaray hadii weesadu jabto ayuunbaa dee weesadu jabaysaa oo meesha ay ka baxayaan laakiin ma jabinayso weesadii ma jabinayso oo qofki inuu weesaysto uma noqonayso weyn waaye faslun fi tayammum faslun fi tayammum kanina wuxuu baab u yahay booraysigii ama caraysigii atayammum waxaa la yidhaahdaa لغة هان قصدك أما وقف يعني مش هذا يا ليلى تيمم أما يمم شيء هذا وسع ذا يا ليلى هذا إن شرع هان وح ليلى هذا إن عيد طاهر أه قف وتشي يجمعها مريو يسقو كبد القاضنا يا ويسدي ويسد بوس كذي يدو أجلسه أي يا ليلى هذا وياه وحيلي وشرائط التيمم شروطها بوريسيغا أما عرّيسيغنا خمسة أشياء شن الرماد وي شن الرماد مركا لهالو أيا لو أقول يهي قفكو إنو كطهارت قاتو إيدي إنو كطهارت قاتو كو حوية وجود العذري عذر دار إنو تشيرو سبب قفكا عيد أقينيسا إن أي تشيرتو سبب تاسين اللبا ميدون بنغون كرتا بسفر أو مرض سفر أو كتشرو أما حنون يمي لبدا ساكيني كرا حنون يمي أما سفر أيا كيني كرا لبو شردق اللبادو حوية ودخول وقت الصلاة صلاة وقت يدي إنو صوق علي أيا إيانا شردق اللبادو يهي و تيمم مسامين كرا يدون صلاة ديبا لقارين مايا صلاة ديبا يدون لقارين تيمم لما سامين يوي سببتو إلهي سبحانه وتعالى قراءك مركوها دي صلاة دا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة با ويسدي ليلي آيادا ويسدا حقا دمين وحا لقيري فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا مركا صلاة تاغن ووقت جيدي لقاري أي آية تل ما أنتك مركا وقت صلاة إنو صوغ ليوي وقت صلاة إنو صوغ ليوي علماء غيب تدبا كسهر كذو حليين دخول الوقت اللو مشهر ديو ويسدا يدو أن صلاة وقت يدي لقارين سومان ويسيسين كرين ها تيمم كنا بوس كيسيبو كتشرا هدي صلاة دي أن لقارين وان بوريسين كرا وحدي باعتا مالها علماء غيب تد أي آلوي وطلب الماء شردك سدحاد وحوية قفك إنو بيا دون دونو إنو بيا هرت الراديو أي شردك سدحاد أفر وتعذر استعماله بيه إلا أذيك سنك روايو لبا الرمود به إلا أذيك سنك روايو حالة عافماد أو بيه هدي أتشركا غمريسي أما النبر باكويا لا أو إكاغ دريان أما قبو زيادة أما كليل زيادة أو شركة وحيالية أي ببيهن حالة دو كسو غانتهاي ها أما بيه بواد أبا هانتهاي أو عبتان يويسكو مودقليا ها مركا تعذر استعماله يعني وادا ذيك سنكر ويدي بيه ويالان لك وادا ذيك سنكر ويدي وايه وإعوازه بعد الطلب إيه إنا دويدد شردك إيه كحيقة وحوية إنا دويدد مركا دون دون تاي كدب آد دون دون تاي إيه شردك قدن بيوه والتراب إن لهلو عيد الطاهر عيد أسو داهر الذي له غبار عيد أسو بورد له فإن خالطه هدي عيدي أي برحضو أو نحقشو جس نورد أو رمل أما بعاد لم يجوز ما بنانا أيو ليه إيه مسألة ذا وقودا بيسا عيد إن لهلو بو شيخو أشرطي علم ماذا مالكي ذا إيا حنفي ذا وحيليه قدارك والغو طهارت قادن كرا والغو بوريسن كرا سببتو أه وحو كسمي سيني هاي جنسي عيدة قدار كان واحد لقسمي إيه واحد لمرية سو واحد عيد كيم ما هبي بليه
ما دام واحد رولك كيمي وعيد كيمي وياهي واسل دي عيدي ماشا واسل عيدي لكن شيخ وحو شرديي انو بورد لي ياهي بوس كاسنا دي قداركي بورد مالها قداركي ها كاسو راعية وقعانت هذا كسو راعية مجيران مكاوا مسالو كله علمدو اي كوة ده هادلان هلقا محينو كاتل مانا مكا تيممكي شرودي سي شن الرموت أينو كتل ماني شرديك كوباد وحين يلي قفكو إنو عذور دار هايستو سفر إيو حنون مدون دي قفكو مي مغالا دي سي چوغا أو بي هليلي كرا أو أن حنون سنين إسا قد تيامم بوس كيسي مسو غلا يوي لابا وحين يلي وقتي يدي إنو سو غلو يدون وقتي يدي سو غلين دي وحلقا يابا سلا دي وقتي يدي مركا لقارا بقفكو إنو بي هلو أيابا سورا غلا شرطك سدحادو حين نري قفكو إنو بيه دون دونو إنو بيه دون دونو أما بوحي وسيتي ألابتي سيحكاد حين دون دونو أما ميلاها نور وريغو وشوين كأفر تابحا ييغا إنو بيه دون دونو شرطك أفرادو حين نري بيه إلا استعمالي كريوايو سيدا إنو نفتيسي أما حبيني إناي ميشا كتكتو وقبقو أما بيه أوبا حيوان إيو بحالوا وين أو كسو كيا وقبا غيبا هنقوتو أما بيه دي باتك الأكهر استاكتي هاتشرتو مركا بيه إنو استعمالي كالوايو إيو ويعوازه بعد الطلب بيه مركي او دوني إنو وايو هدو هلا دي ويسار لغربا أو بركا تيامو ما إمانايو لكن هدو وايو إينا واشر ديغا أفراد وين شردك شنادو حوي عيد طاهر إن لهلو عيد طاهر أو آن لسو حذين أو آن عيد قبري أهين قبري لسو قضي آن أهين عيد نظيفة إن لهلو أيا لو باهين يهي أو وليبا بورد لهو شردي وقردقاي قعنت هذا وحكسو راعيان مركات كدو فتيد وي مركات كدو فتيد قعنت هذا وحكسو راعيان وي وايهي هذا بفرض كي واجبات كيسي محاكمة وفرائضه أربعة أفر الرموت بفرض كي واجب كي تيمم ككمدة كو حويه النية إنو قفو نيودو تيمم كأي بوريسيك سيدا ويسدي بنيات لوغة باهنا أي بوريسيكنا وحال لوغة باهنيهي نيات لوغة باهنيهي لابو ومسح الوجه قفك وجهك إنو ما مسحوه ها إنو قعنتي مركو عيدة كرفته ومركو وجهك ومسحو سدح ومسح اليدين مع المرفقين مسألة قعمها انتبه لمسح يا علماء دويكو كلا أركت دوين بل أفرت مذهبون لما مذهبنا لنعبي مرتي لما لنعبي مرتي مركو جمهور يمكلا تيران وميلد حالك لتاقين شافعية ده هي أحنافته وحي مرين ويسادة إمسال لما يدهي ويسادة وحال لما يدهي قعنتها إلى سحلك لما يدهي سوماها مسحادنا وإلى سحلك إلى أهدين والله بكر حال مرنا وين سحيسا مايا يعني حال مروا قعنتها لفتي وشيغانا مريسي يا مرك الله بعد وأدق عنده كل فتاي والله بدأ قام ضاد مرسه ساسي ليهن علماء غيبته شافعية ذي حنافته ساسي ليهن مالكية ذي حنابلة نوحي ليهن ما يقع عند أنت لما صحيه وأنت نهرئ ما أها قعنت أوردن ما أها أي ليهن مركب مثله لجوك لا أركت دوين هاي النبي صلى الله عليه وسلم من صحابية أي إن صحابة أمرك عيدا لدري كتشري أي مدح النبر كجيا لا يدبرني وجنا بودي دبرني وحلاش شيء إنه ما يدش أباهي هي وقبيس نيو وقبيس توانو دنتي النبي صلى الله عليه وسلم وحيد قتلوه قاتلهم الله ورلاهي هدلي ويدلي وحاكف الليل إنه قعنت الروك ساء وقرفته وتشي ساء ومسحه قعمه أنا وساء ومسحه
وحنو قستوسي صلى الله عليه وسلم إن انتهى خوري قعمها لما سحيو أيو فعل أهان صحابة دي أتوسي فعل أهان وصحابة دي أتوسي مركا مسألة لغوك الأرك تدويني هاي مسألة لغوك الأرك تدويني هاي وي ومسح اليدين لبدا قعمود لما سحو مع المرفقين إلا لبدا سحل أيا كمدة والترتيب إيه إن لك له الرئيسي ترتيب كا دليل حوق بدن وكسو أروري مجيرو سيد لوك له الرئيسين أيو وأيو أدلو تلماما يسا إن قعمها لما سحي يدبن وجه لما سحي أنا ويجران أدلة تلماما يسا وجه وين أهرينا ويجرتها إن وحو كتغي شيخو ومذهبتنا معتمد كأه ومذهبت شافعية ذنا سيحوق لكوشرتا وشرتا إن لبض ضربضوت تهي لبض ضربضوت إن أي تهي حال مر أو الوقود افتقع أنت وشيغ اللقومة سحيو إيا مر لبض أو قعمها علمادو حيوت المامين لبض ضربضوت أما لبض شير وحي داهدين مرك كوبات إعاد سمايسي بور كان عاد وشيغي كوما سحدي بور كواد استعماشي بور عاد استعماشي بعد قعمها نمرين يسابي ليه ويسد هدي اد بيكو ويسيستيد مر لواد مكويسيسن كريسي وا مايا سوماها وحي يداهدين عيدنا وعيد مستعمل عيدي اد مركي هور وجهي كوما سخداي وا مستعمل عيد عصب قعمها وقاد اي ليهن مركا هل مره وان سخاي سي النبي صلى الله عليه وسلم كسوغناتي النبي صلى الله عليه وسلم كسوغناتي لكن معتمد ك من فقه الشافعيه وحوي ضربتان لبجر أو الغرفة وي وسننه لكن هذا الشيخ في كدر يا برتين يا إنه سنن كدر يا في ليا ما يكون مدر وي وسننه سنوين ك تيمم كان وحوي ثلاثة أشياء وسدح أرموت كليا التسمية إن بسم الله لا إله ذو أي كوء لبو وحوي تقديم وتقديم اليمنى على اليسرى إن مذك يبدح لك له الرئيسي وقعمها مركا المساحة يسيد تمذك أتكوه الرئيسي يسيد كدبنا تبدح أتكوه حيش يسيد يسدح والموالاة مسحاده إن يحرير نقطه وآن واختي بذن أردحين سدح ذاس أيها الكانا كسو كوبي وايه والذي يبطل التيمم إن شاء الله انت دنب وحين إسراعين دورنا هدي الله يدمو درسك دنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. هيا شيخ فضل واسع وارن علماذو مسألة ذا إن لبا قول بكله هنا ما يكون تلمامان علماذا قيبته ذو حقيقة تلماميان ولبا وحكو أدت كي إن آنو شفاف نقن أو آن لإسكاد حركين إن آنو لإسكاد حركين أي علماذا قيبته ذو شرديان علماذا قيبته ذو حقيقة هدو أستوريو أما أو دبوليو إنتي ويسادا لما يريي سيدو دونا بهو إكاده وحويه بوسكي وجوجا أو الله مسيح كرا تاسان حوق بدن تاسان حوق بدن إلا مسيح كرا هدي أسطريو أنتي وسذا لما يري أي حوق بدن قاب كلام مسحنا يو أما سذا لام مسحنا يو وحويه ظاهر كا أي حاجة نهار دشة ساسا قعنت اللام مرينا يا أن تسألك قسم ها أن تسألك سمايو عيدي لبدا قعمود بتساء وقولوا فتاي دو ذينا وتشجي أيات كم سحري مر لبدا بعد عيدي وقولوا فتاي هدي أتكاه قادني سنة لبدا قول بو لبدا قولوا تشروي إيه مر لبدا بعد قولوا فتاي لبدا قعمود هدي أت إلى حلك سحولك جارسين سنة وأتكم سحيسا إلى سحولك وأتكم سحيسا إلى قعنتها
هدي عاد انت هراء قادنا يسيدنا وحوي سيدنا عاد أمة صحيسا سيدنا عاد أمة صحيسا تاسو حوي تيممكي تن مسحق عادي جاه وسدا انت كلا رمبات صوص ما يسي المسح على الخفين وسدا انت كلا رمبات صوص ما يسي تن وحسمان سبيه كعنت هذي قيان أيات حقا هراء كسب الله بيسا ساسات أمرنا يسا ساسات أمرنا يسا بس ها ومه وما بهند عربتين مسحديد أما حاجة دم مسحديد وما بهند هوستيدين مسحديد قعنت هذه يقيان أمبار سأو مرينا يساوي ها ها بعد بعد دش كم مرينا يسا إن المدق يبيح وكله ورئيسي زد بك كفي عن ها ها هذا بي وكل قادتين وكسفي عنتك ساسابة في عنبة هي حدي موقته على قول المذهب ما أنصح يسوع ها سدوا كلا شروادد وهدي تشيح حيهين أو شركة كم موقده ده وح ساتر بق معها أنتي ويسد وح أوضع أسطوري معها ها صح واسونه دمانت واسونه تدبيت هون كواسونه هو اسونه ها عرفه دوت كان انا اسوي ما دام مشكلنا ما له لكن قفكم منكم ما يا ما يعرف هذا وي لهدهي مشكله بدن وي لهدهي هذا ان وان وان سو مري سنه كان وان تجي ان مشكله بدن بي كسميين او كيال dadku way badan yihiin oo laga yaaba in aanay ku wada filnaan laakiin suuriyo badan ba ku yaala ha waa sunna oo wad ka tagi karta hadii aad haleeshidna wad sameyn karta ha oo suuriyadan ay shafiiciyadu aad u badinayaan sida uma badna adilladooduna sida uma wada xoog badna ha 17 ka sunnaha la sheegayo qofkii de sameyn kara sunnuhu وحل إلى هذا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وحقفك هديء سمايو أجر وكهليو هدوك تجنا أن دم بكسر راعي مركا وحد بعتاكو ما له هديء كتبو ان طواف هرت اسغا عباده تحيه المسجد كان انه هر استاغو وح ادله او تلمام يوله قف كربا انه طواف تحيه المسجد ما تكون كرم عرن الى حدا مساجدك وحلم دي هي مساجدده تحيه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحو اسنيه جميع المساجد مساجد لغا سو ريبو لي مساجد تحيه المسجد لو ما تكنيو ما جرتو وانا سنه haddu ka tago oo qofku uu tawaaf ka galo oo de tawaaf ka markuu dhameysto isagoo aan fadhiisan de laba ragcadood oo maqaam ibraahim uu ku tukanaya jira kuwaas uu niyoon kara xitaa in tahiyatul masjid iyo waxba uu noqoto waana marka koobaad uu fadhiisanayo qof ha tahiyatul masjid kuwa marka aad masaajidka soo gashid adigoo aan fadhiisan labada ragcadood aad tukatid marka inta tawaaftid ayaad labada ragcadood tukanaysa fadhiga kugu horeeyaan iyagu noqonaya ha والله سمعي كراوي وحدي لي أمجلا وإياكم يا رب وإياكم أي جزاكم الله خير.